محاضرتنا اليوم هي على الراديشن أو الإشعاع، ونذكركم أنه الالتزام بالحظر في الشيء كلش مهم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي أيضا في الشيء كلش مهم، حوالي 1.5 متر أو أكثر مترين يكون أفضل، والالتزام أيضا بلبس وارتداء الكمامة حتى تقي نفسك وتقي الآخرين. نبدأ محاضرتنا راديشن. راديشن هي ترانسفير، راديشن إشعاع، وتعريفه تم راديشن هو الكترومغنتيك راديشن، هو أمواج الكترومغنتيك تنبعث من البادي نتيجة درجة حرارتك. كل ما درجة حرارة عالية ترتفع درجة حرارة، كل ما يكون الراديشن يكون عالي. الراديشن لو تشوف إذا إشعاع أو إشعاع سقط على سطح، هذا إنسيدنت، هذا ساقط، هذا إشعاع ساقط، وهذا النافذ، نافذ خلال السطح، وهذا الرفلكتد، رفلكتد الانعكاس، صار فيه انعكاس، هذا انعكاس صار فيه، وهذا هو ساقط على السطح، وهذا هو نافذ خلال السطح، هذا هو، وهذا هو السطح اللي دي يصير بيه امتصاص، أو دي يصير بيه انعكاس، أو دي يصير بيه نفوذ. بشكل عام نقدر عبر عنها الرو هي فراكشن، جزء اللي هي ريفلكتد، ريفلكتيفيتي اللي هي انعكاسيه، وهنا الابسوربيتيفيتي اللي هي ابسوربتيفيتي اللي هي امتصاصيه، وهذه هي النفوذيه اللي هي تاو، رو والفا وتاو. بشكل عام فورمو مجموعهم، لانه فراكشنز مجموعهم لازم يساوي لنا واحد، مجموعهم هنا هذا لازم يساوي لنا واحد. اذا كان سوليد التاو تساوي لنا صفر، التاو اللي هي النفوذيه، ما عندنا نفوذيه، اذا سوليد التاو راح يساوي لنا صفر، الاشعاع ما ينفذ خلال السطح، التاو يساوي لنا صفر، وبالتالي رو زائد الفا يساوي لنا واحد. واذا بلاك بادي فالرفلكشن، جزء الرفلكشن، الرفلكشن راح يساوي لنا صفر، الفراكشن اللي هو الانعكاس راح يساوي لنا صفر الى بلاك بادي. اكو نوعين من الانعكاسات، اكو سبيكيولار، اذا كان السطح براق، اذا كان السطح براق فينعكس بزاويه، بنفس الزاويه، نفس الزاويه الانعكاس، فاي 1 يساوي لنا فاي 2، هذا نسميه اذا كان سطح براق، وبالتالي سبيكيولار ريفلكشن هذا نسميه. واكو زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، الانسيدنس تساوي ريفلكشن، زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. اما الديفيوز اذا كان سطح بتعرجات او بخشن راح نسميه بالديفيوز او بالنفوذ، انه باتجاهات مختلفه راح يصير به ريفلكشن، باتجاهات مختلفة يسموه بالديفيوز ريفلكشن. الامسيف باور اللي هي الانبعاث الطاقة الحرارية او الطاقة الإشعاعية من السطح سميناها اي، اذا سميناها اي اللي هي emitted، اللي منبعثة من السطح per unit area و per unit time. فبالنسبة العام بشكل عام البلاك بادي تتناسب طرديه مع تي تو باور 4، تي تو باور 4 تتناسب مع تي تو باور 4 الى اي سطح اخر. عندنا الابسلون ممكن يكون هو اي على اي بلاك بادي، فالاي لسطح اخر يساوي ابسلون مضروب في البلاك بادي. التي لازم تكون بالكلبين، ولازم حتى نحسب الكيو نت طاقه الاشعاع يساوي الاريا في السيجما، تي 1 اس 4 ناقص تي 2 تو باور 4، والسيجما هو كونستنت، هذا ستيفان بولتزمان كونستنت، هذا لازم نحفظه، 5.669 في 10 اس 4 واط على متر سكوير كلبين تو باور 4، هذا بولتزمان كونستنت، وهذا كيو نت اريا سيرفيس اريا مضروب في سيجما، ستيفان بولتزمان كونستنت، تي 1 تو باور 4 ماينس تي 2 to power 4. هسه عندنا اذا نشوف بين سطحين الانرجي ليفينج للسطح الاول وتوصل للسطح الثاني هي بهذا الشكل
EB1A1 في F12. F12 فخلنا ناخذ radiation shear factor. radiation shear factor سطح A1 وسطح A2، وهنا الفا 1 وهنا الفا 2. لاحظ سوينا تعاريف للشير فاكتور. F12 هي نسبة الطاقة اللي مغادرة للسطح 1، تغادر سطح 1 وتوصل للسطح 2، فهي F12 من 1 من 1 إلى 2. F21 من 2 من 2 إلى 1، تغادر سطح 2 وتوصل للسطح 1. هي F12 من سطح 1 إلى 2، وF21 من السطح الثاني إلى 1. وبشكل عام FIJ إذا سمينا I وJ سطح، فهي leaving surface I وreaches توصل إلى surface J. FIJ اللي هي تغادر سطح I وتوصل السطح J. F shear factors، F shear factor بشكل عام FIJ ممكن نحصلها من فقرات من 8-12 إلى 8-16 أو من تيبل 8-2. لاحظ الفقرات بهذا الشكل، فقرات عندنا هذا الجدول، جدول 8-2 يعطيك شيف فاكتر لأشكال مختلفة، لجيومتري لمختلفة من السطوح، يعطي شيف فاكتر للمعادلات لسطوح مختلفة. وهنا عندنا فقر 8-12 يعطينا الراديشن اللي بتوين بارالل ركتانجلر، سطوح متوازيه هنا سطوح متوازيه، يعطيك الريشيو اكس على دي، سقطها على واي، هنا انا واي على دي، سقط اكس على دي منها تحسبهن، واكس ودي موجوده معرفه هنا بالسطوح، اكس ودي معرفه، تحسب اكس على دي وتسقط على واحد حتى تقرا شنو؟ تقرا اف 1 2. هنا راديشن بتو راديشن بارالل كوكسيال ديسكات ديسكين ومتوازيه والهم نفس السنتر، هذه هي، والريشيو دي على اكس دي على اكس، وكل واحد اف 1 2 واف 1 2 قيمتها ايش قد يكون. وهنا اذا كان سطح متعامدين، سطحين متعامده، حتى نقرا F12. وهنا اذا سلندرات اثنين تكون لها نفس المركز، سلندر لها نفس المركز، وهنا R1 اللي هي الدائره الداخليه، الاسطوانه الداخليه، وR2 الدائره الخارجيه، وI1 وI2 للدائره الداخليه وللدائرة الخارجية. وهنا إذا كان ديسكين لكن غير متساوية، الآر يختلف عن آر، ديسكين آر يختلف عن آر. نرجع للشيف أكتر مالتنا، الشيف أكتر قلنا هذا F12 هو من سطح واحد إلى سطح ثاني، F21 من سطح ثاني إلى واحد، وFIJ بشكل عام. وقلنا الفقرات 8-12 إلى 8-16 تقرأ منها F I J، أو من الجدول اللي هو 8-2 تحسب F I J. هسه نرجع إذا نشوف الإنرجي الخارج من سطح أول وتوصل السطح الثاني، هي E B 1 A 1 F 1 2، وإذا من 2 إلى 1 E B 2 A 2 F21. النت انرجي هو هذا، النت انرجي نسميه Q12 اللي هي فرق بانتقال الحراره، Q12 الطاقه الاولى ناقصها الثانيه. اذا كان اثنيناتهم نفس درجه حراره، السطحين نفس درجه حراره، وبالتالي النت انرجي يساوي صفر، ومن المعادله EB1 يساوي EB2 نفسه، لان T1 هو يساوي T2، وبالتالي من المعادلة الأولى نحصل A1 F1 2 يساوي A2 F2 1. والنت انرجي حيكون هو بهذا الشكل، يا اما بيست اون A1 F1 2 او بيست اون A2 F2 1. لكن من هالمعادلة نحصل بشكل عام AI FIJ يساوي AJ FJI FJI. هذا ممكن
نحصل على المعادلة العامة اللي هي بهذا الشكل. الأريا للسطح الأول في الـ Fij، المغادرة من I إلى J، هو أريا للسطح الثاني Fji، الـ F المغادرة من J إلى I. هذه نسميها بالريسيبروسيتي ريليشن، ريسيبروسيتي ريليشن اللي هي تبادلية، معادلة التبادل، معادلة تبادلية أو تبادلية، اللي هي اي اي اف اي جي يساوي اي جي اف جي اي. ناخذ مثال two parallel plates الابعاد مالتهم 0.5 في 1، الابعاد مالتهم هذا البليت الاول هذه هي 0.5 وهذه 1 وهذه ايضا السطح الاخر هو 0.5 و1، والمسافة بيناتهم هي 0.5، المسافة بيناتهم 0.5، مسافة هي D، المسافة هي D، وهذا هو X وهذا هو Y، هذا هو Y. من فيجر 8-12 نحتاج نحسب Y على D، 0.5 على 0.5 Y اللي هي 0.5 على 0.5 واحد، واكس اكس اللي هي واحد، هذه الاكس اللي هي واحد ومقسوم على الدي، الدي اللي هي 0.5 2، واي على دي واكس على دي 1.2. نروح الفيجر حتى نقرا اف 1 2 اللي هو فيجر 8، فيجر 8 2. لاحظ فيجر 8-12، فيجر 8-12 نيجي هنا فيجر 8-12 X على D، X على D من هنا اللي هي تساوي لنا 1، وY على D اللي Y على والX Y على D، X على D اللي هي X على D هنا كانت قيمتها 2 عفوا، X على D قيمتها 2 والY على D قيمتها هي 1، ونسقط الاثنين 2 منا نسقطها على 1 ونقرأ قيمة، نقرأ قيمة الـ F12 قيمتها إيش قد تكون. من الجدول قرأنا F12 حسبنا Y على D وحسبنا X على D، ومن الفيجر فيجر 8-12 فيجر 8-12 قرأنا F12 0.285، إذن هي ترانسفير Q سوين A1 F12 EB1 minus EB2 واللي هي سيجما اي 1 اف 1 2 تي 1 باور 4 تي 2 تو باور 4، ونجي نعوض بالفورمولا مالتنا. هذا هو بولتزمان كونستانت، هذا بولتزمان كونستانت سيجما، وهذا 0.5 في 0.285، 0.5 هو الاريا اللي هي 0.5 في 1، هاي الاريا 0.5، وهذا هو اف، وهذا هو F، وهذا فرق درجات حرارة اللي هي 2.4 حتى نحصل على الـ Q. لاحظ اللي سويناه بالمثال حسبنا أي Y على D، لازم ترسم، لازم ترسم الرسماتك. هذا السطح الأول على فرض وهذا هو السطح الثاني، بعدهم 0.5 و1 و D المسافة distance بيناتهم اللي هي 0.5، حسبنا Y على D وحسبنا على X على D، رحنا على فيجر فيجر 8-12 قرينا الـ F12 ونجي نعوض هنا حتى نحسب الـ Q بين السطحين، وشكراً.